أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نتطرق فيها لموضوعين: موضوع احتفال كاريتاس لبنان، رابطة كاريتاس لبنان باليوبيل 50 ومكملين، يعني هيدي نقطة كتير مهمة، لأنه كاريتاس هي حد الناس مع الناس، بتأمن احتياجات الناس على قدر طبعا ما بتقدر. رح نسلط الضوء على كاريتاس وعن كمان الأعمال اللي عم بتقوم بعد فيها كاريتاس والأفكار لتساعد الناس حتى كمان يروحوا على شغلهم ويقدروا يصيفوا بهالصيفية. وبعدها كاريتاس عم تفتح أقسام لها. هذا أول موضوع اليوم مع الأبونا سمير غاوي، رئيس دير مرمرون مجد المعوش ورئيس إقليم الحرف كاريتاس لبنان. كمان رح نحكي عن موضوع المي. اليوم مي مقطوعة يا فندي، كل الضياع، كل البلدات، حتى العاصمة بيروت صرخت من انقطاع المياه، هو الأقصى. تنقطع الكهرباء ماشي الحال، منعيش على العتمة، بس فينا نعيش على المي؟ شو صار بوضع المي من بعد ما تحرك رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان؟ وين أموال المؤسسة اللي كانت تعتبر من الأغنياء؟ وين صرفوا هالأموال؟ شو وضع المؤسسة من جوا، يعني الموظفين العاملين؟ وفعلا هل نحن قادمين على أزمة مياه؟ هاي هالعناوين اليوم مع ضيفنا، إذا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان طبعا بيروت وجبل لبنان. قبل ما نفتح هالعنوانين خلينا نحكي شوي عن الحكومة. هلأ الموضوع كل الحكومة واستشارات، وعم بيلهوا الناس بالمن والسلوى. ما هي الحكومات نفسها اللي بتشبهكم ووصلتنا لهون، يعني للانهيار؟ منيح اللي بعده الهوى متوفر ولو ملوث، لمي، لكهرباء، لخبز. معقول زهقنا من الحكومات التوافقية والسياسية؟ بدنا حكومة فعالة حقيقية. اليوم ناطرين المغتربين ليخففوا شوي من وقت اللبنانية المعترين بالانهيار. بدنا نقول لهم لا تغفر لهم يا أبتي، لأنهم يدرون ماذا يفعلون. خربوا البلد وبعدهم عم بيكابروا ويتفلسفوا على اللبنانية وينادوا بالعفة. نعم، مكفيين أركان السلطة بالحكم بإرادة قسم من اللبنانية اللي انتخبوهن، وهلأ على عتبة الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة نستصرخ ضمائر العالم وضمائركن ترأفوا بها البلاد والعباد، وإلا مكملين مثل ما نحن، مش هيك أبونا؟ صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، حييك وحيي المستمعين. وبتصور بعد هالمقدمة ما في بقى وعد يحكي ولا كلمة إلا يصلي حتى ربنا يقطع هالمرحلة الصعبة، لأنه ما فينا نتكر عليه. لأنه بتبكي هالمقدمة، بتبكي لأنه هي عم توصف الحالة اللي نحن فيها. بس نحن وصلنا قسم بينهم، يمكن نحن علينا اليوم بهالمرحلة كأشخاص مؤمنين نصلي حتى ربنا يساعدنا ويلهمنا بالخياراتنا وبتصرفاتنا وبأعمالنا القادمة. نعم، يعني بدنا ننطلق عن موضوع كتير مهم، إنه النقل اليوم، يعني حتى كاريتاس يعني عم بتفكر بالكل، حتى وصل تفكيره إنه تأمن بساط نقل للي بدهم يصيفوا بضيعهم، مش هيك؟ صحيح. طب بس قبل خلينا نحكي عن كاريتاس 50 ومكفيين، كيف؟ بأي قدرات؟ بأي مبادرات؟ كاريتاس، رابطة كاريتاس لبنان، يعني وعود عم بتكون وعم بتلبي الوعود، إن كان بالمستشفيات، إن كان بالعطاءات، إن كان بالأدوية، إن كان عم بتكون حد الناس وباحتياجات الناس وبالبرامج المنوعة اللي طبعاً كل شهر شهرين أو كل شهر أو حتى يعني نص شهر بتفاجئنا ببرامج منوعة وكلها بتصب لخدمة الناس. 50 ومكفيين، كيف وبأي قدرات ومين عم بيقدر يساعد هالقد كاريتاس؟ لأنه الحاجات كتير كبيرة. صحيح، هي من 50 سنة بلشت فكرة صغيرة وابتدت بمشروع صغير وصار يتطور، توصلنا مبارح للعرس اللي كان مبارح القداس بحريصة، اللي هو بعتبره أنا مثل عرس. حضرتك انت حاضرة وشفتي الأكثر أنه الحضور الشباب الموجودة، وهذا بدل أنه نحن بمستقبلنا بعدنا خير. اليوم كاريتاس اللي عم تعمله صار شبه دولة بكافة الصعود، بكافة الميادين، ما عم بتخلي قطاع إلا ما عم تشتغل فيه. يعني كل سنة عم بيكون في مجلس الإدارة برئيس الأب ميشيل عمود عم يعملوا تقرير نوعا ما عم بيكون مخيف
بالمجالات اللي عم يشتغلوا بالأرقام اللي مشتغلين فيها، مثل ما تفضلتي من الموضوع الصحي والاجتماعي وبكل الصعد والتربوي والأم هنالك، وحتى عم تروح ببعض المشاريع اللي هي بتكون مفاجئة. من هالمنطلق اليوم كاريتاس أكثر صارت من جمعية خيرية عم تشتغل، أصبحت شبه دولة، ومنا بمحل واحد، انتشرت من الشمال للجنوب وبالبقاع. اليوم بلبنان بتغطي 36 مركز، 36 إقليم، حتى تقدر تشمل أكبر عدد ممكن. أكيد بهالحالة الاجتماعية اللي حكينا فيها بأول حلقة بمقدمة حضرتك، وصفت الحالة اللي نحن فيها. من هذا المنطلق صارت كاريتاس عندها حاجة أكتر بكتير من قبل. اليوم اللي كانت تغطيه صار جزء صغير. يعني بيقول بير ميشيل أوقات أنه نحن قادرين نعطي 1000 لكن الحاجة هي 100,000، ولكن رح نسعى قد ما بنقدر انه ما حدا يدق بابنا وما نكون حده. عم نسعى قد ما بنقدر، ومش بس بكرتوني او بحصه اجتماعيه، عم بتروح على اكثر من هيك. رحنا يعني الرقم هيك المره طلع التقرير تبع الصحه مخيف، الرقم اللي دفعته كاريتاس هالسنه عن المستشفيات، عن موضوع الادويه، عن المساعدات كافه. يعني ما راح عد احسن ما انسى قطاع معين. بس كاريتاس موجوده اليوم يعني بمساعدة أو من الدول المانحة أو من الجمعيات المانحة أو من كاريتاس بالعالم لتقدر تلبي هالمبادرات. كمان في عندها ناس وهن شباب وصبايا مشوفهم على الطرقات هلأ بحملة كاريتاس، بعدهم موجودين لليوم عم يدخلوا حتى على المؤسسات. طيب قديش يعني اليوم كاريتاس اللي عم بتساعد الكل دي عم تتساعد؟ أوكي. اليوم كاريتاس هي أهميتها لما أخذت ثقة الناس بالشرفية اللي بتشتغل فيها، صار في كتار أشخاص عم يجوا يساعدوا. اليوم المساعدة هي مش بس مادية، بتكون في مساعدة عينية، في أشخاص بتقدم ذاتها مساعدة، في أشخاص بتحط سياراتها، في أشخاص بمبادرات صغيرة. يمكن القسم الأكبر من المساعدات عم تجي من دول مانحة، من هبات خارجية كبيرة تتأمن مشاريعها، لكن أيضا من الداخل في كتار مبادرات فردية. برجع بقول مش بس بالمصاري كاريتاس فيها تتساعد، وهون هي دعوة لكل المستمعين وكل اللي عم يحضرونا، إنه أنا إذا حابب ساعد ممكن كتير. اليوم أنا ما عندي إمكانية، افترضنا ساعد بضيعتي كل الضيعة، بس هي كاريتاس بتجي بتنظم لي انه اذا قدر انا ساعد المبلغ الصغير اللي بحطه بكاريتاس رح تخصصه لاشخاص هن بحاجه. من هذا المنطلق هي دعوه لكل شخص شو ما كانت قدرتك. يمكن تقدر تقدم نهار، يمكن تقدر تقدم سيارتك نهار، يمكن تقدر تقدم مساعده ماديه، يمكن تقدر عندك اختصاص معين بتحطه بتصرف كاريتاس. هودي المساعدات. يعني يوم لما بنشوف هالشباب على الطرقات، بنشوف الاشخاص المتطوعين بكاريتاس بكل فروع كاريتاس بلبنان، هودي اللي عم يقوموا بالحمله الكبرى. اوكي عم تجي مساعدات من برا وعم تجي مساعدات بدون اي مقابل القسم الاكبر. هلا في اشخاص هن موظفين ثابتين، لكن القسم الاكبر هن عم يجوا متطوعين حتى يقدموا خدمه. ومن هون كاريتاس بحاجه لكل شخص، بحاجه لكل متطوع، مثل ما هي بحاجه للشخص اللي هو موظف وعنده كفاءته، كمان هي بحاجه للمتطوعين والاشخاص اللي عم بحطوا حالهم، وبحاجه لاموال والمانحة وروابط كاريتاس بالعالم. قديش بتساعدوا بعض يعني كاريتاس لبنان، قديش بتتساعد من قبل كاريتاس اللي موجودة ومنتشرة يعني بالعالم كله؟ اليوم الوضع الاقتصادي بلبنان صار شبه معدوم، ومن هالمنطلق صار في كتير ناس بحاجة، زاد الرقم، الحاجة اللي عند الناس زادت، وخلى ودعا هيدا الشيء انه كل برا الروابط كاريتاس برا يلي هي نوعا ما بحالة افضل من ما نحنا تحط ايدها وتساعدنا. هيدا اكيد مش بس كاريتاس، عم اقول نحنا ما عم نسكر باب انه بس كاريتاس. اليوم في كتار جهات مانحة عم بتكون وما بتميز اللبناني عن اللبناني. كاريتاس ما عندها، صحيح هي بنت الكنيسة، لكن مساعداتها عم تشمل كل ابناء الوطن. برجع بقول كتير مهم اللي برا، لكن نحن دعوتنا وتشجيعنا لكل الأشخاص يلي هني داخل لبنان. نحن أكيد ما بدنا بس مصاري، المصاري هي شيء مهم، لكن الحضور والإرادة وتقدمة الشخص بذاته هي أهم بكتير من المصاري. طيب 50 ومكملين بناء على أي قدرات؟ إذن لما بنطلع بالأرقام ما بتصور أي مجلس إدارة ولا حتى مجلس البطاركي الكاثوليكي اللي هو رأس الكاريتاس كان رح يتخيل كل سنة القدرات اللي عم تتقدم.
من هيك ربنا هو عم بيكون حاضر. اليوم اللي عم تغطيه كاريتاس يمكن في محل الدولة ما قدرت تعطيه، أصبحت شبه دولة. هيدا لأنه حصلت على ثقة الناس، حصلت على شفافية، وصار عندها قدرة مالية مخيفة عم تشتغل فيها وعم تساعد كل الناس. والحلو أنه منه بمكان واحد، عم نحكي بكل لبنان، وهيدا اللي خلى أنه إذا في محلات الخدمة ما عم توصل عم ترجع تنشق مثل ما صار هلأ مركز جديد، يعني صرنا مركز 36 الجديد. طيب يعني بناء ليش افتتحت قريتاس مركز جديد بإقليم الحرف الشوف الأعلى؟ ليش يعني هالمركز؟ بناء على مناشدة الأهالي أم هي يعني كاريتاس من صلب مهامها وبرامجها أنه يكون عندها مراكز جديدة كل مرة، يعني كل مرة بتفتح، ولا أنتوا نشدتوها؟ شو القصة ضايعة هونيك نشدتها؟ رح أشرح لك. هي عمليا كاريتاس نوعا ما عندها صعوبة، صار لأنه كل ما بنفتح فرع أو إقليم يعني عم تتقسم المساعدات، عم تتقسم الشغل، أو عم يضعف أكتر وأكتر المساعدات القيمة. لكن بالمنطقة فوق عم نحكي بكرة بين علي وشوف 14 ضيعة، لقيت كاريتاس انه نوعا ما هي بعيدة عن الخدمة اللي لازم توصلهم اياها. كانوا هال 14 ضيعة تابعين لقسمين من كاريتاس، اقليم دير القمر واقليم علي. بهول 14 ضيعة التقوا البلديات والاشخاص كلهم وتقدموا بطلب لكاريتاس، لانه الضيعة بحاجة. لا، هول ال 14 ضيعة هن بحاجة، وهي ضيعة او منطقة كتير مهمة. نحن هيدا مركز بطاركي، يعني نحن اليوم بكل لبنان اذا قلنا انه بين، اذا قلنا اي محل، اذا قلنا اليش، دغري بنعرف انه هيدا بطاركي قطعه هونيكي. نحن عم نحكي بمنطقة فيها بطاركي قطع بطركين فيها. الكنيسة كانت حاضرة لكن عملها الاجتماعي ما كان حاضر. اليوم اجى عالم كاريتاس بالنهار الافتتاح يلي كان بالنسبة لفوق المنطقة هو نهار تاريخي، لأنه حضور الكنيسة الاجتماعي حاضر، صار في حضور اجتماعي للكنيسة بالمنطقة فوق. وتاني شغل اليوم لأولاد الجبل هن بأمس الحاجة لدعم، مش عم بحكي مادي، لدعم يلي هو الطمأنينة. اليوم لما بتكون الكنيسة حاضرة بمكان، الشعب الموجود بيكون مرتاح. كان أول فعل شايف شو الفرق هلأ كاريتاس أصبحت بها المنطقة اللي بتشمل عدد من الضياع كمان، شو الفرق اللي بتحدثه إذا وجود رابطة كاريتاس؟ ما الكنيسة موجودة، الخولي موجود، الكنيسة من قبل يعني طبعا هي بتساعد وبتسمع، بس شو الفرق اللي بتحدثه وجود رابطة كاريتاس بها المنطقة فوق؟ نحن أوكي الكنيسة موجودة عم نحكي فوق 200 سنة سابقا. نعم، وعم تأدي الخدمة الكهنوتية والكنسية، لكن الخدمة الاجتماعية ما كانت متوفرة. نعم. اليوم بخلال ثلاث أسابيع، صارنا ثلاث أسابيع فتحين المركز، بلشنا بالمساعدات، بلشنا بنغطي كل يلي بتغطيه كاريتاس بشكل كتير سريع، وإجت مبادرة يلي هي نوعا ما كمان مختلفة عن كل الأقاليم. نحن بالجبل ناس عم بتعاني إنه يطلعوا على الجبل، خاصة بأزمة البنزين، وصار انه اجت جائحة كورونا كمان خلى الناس تتباعد، صار يجي المناسبات. اليوم بيتميز ابن الجبل انه في علاقات اجتماعية من بعضهم. لما اجت جائحة كورونا بطلت الناس تطلع على الجبل، في بنزين غلى بنزين، ومنا قادرة تطلع وتنزل، بتحط رقم كبير كل ما يكون في بعيد من هون دفن او اي واجب كنسي او واجب ديني او واجب اجتماعي. وايضا هملوا اراضيهم، هملوا بيوتهم، بطلوا قادرين يطلعوا وينزلوا شغلهم ببيروت. اجت كاريتاس تقول نحن رح نحط باص ببيروت بيمشي عكس ما الناس متوقعة، بيمشي من بيروت الصبح مجانا، بيبرم على المناطق يلي هن متواجدين فيها، وبيطلع على ال 14 ضيعة بيبرم عليهم، بيوصلهم الصبح، وبيرجع عشية بيرجع بيردهم. ايه بس بتغار باقي الضيعة، ليش انه رحتوا على الاقليم ما رحتوا على غير ضيعة كمان؟ انه ليش يعني بناء على اي حاجة، ليش نقيتوا هالاقليم بالذات لحتى يعني تنظموا باص بياخدهم الصبح من بيروت وبيرجع بيجيبهم على هالضياع؟ أنا عم بحكي مش من كاريتاس الإدارة، أنا رئيس الإقليم، يعني عم بحكي بالإقليم شو كان شغلنا. هي إجت مبادرة من شاب من الإقليم، أبناء الإقليم، مغترب، حكيم مغترب، قال إنه أنا حابب ساعد ولاد ضيعتي ولاد منطقتي. السبب اجت كاريتاس تبنت كل المشروع. نعم. اجا هو قدم فكره ومساعده صغيره، ومن هيك قلت انه هي كاريتاس تفتح المجال. يمكن اوقات في اشخاص بقدموا افكار وراح تكون وكاريتاس هي بتنفذ لهم اياها. اليوم اجت بادره من مغترب حكيم،
وحط مساعدة، قامت كاريتاس مشيت فيها. اليوم أهمية هالمبادرة إنه رجعنا شوي نقوي الرابط الاجتماعي بين الناس، بين ونخلي الناس. وخلي الناس تطلع على الجبل، يطلع يشوف عضيع. أرضه وبيته ويشارك بالواجهة، وترجع تقف الناس حد بعضها، يلي هي ميزة لأولاد الجبل، مش لازم بقى نخسرها، وكانت مخيف إنه نخسرها. إيه يعني بيروحوا على شرطون من الضياع، عين تريز، رشمية، معصريتي، ما هيك معصريتي، النهر، الرملية، كفر حي، شوريت، مجد المعوش، وادي الست، كفرنيس، مش هيك مزبوط، المريجات، البيرة، الجعايل. الـ14 ضيعة، يعني عمليا نحن بدنا نخلي أولاد الجبل يرجعوا على الجبل، يعني العودة إلى بيروت الساعة 6 مساء انطلاقا طبعا ومرورا ببلدات القرى اللي ذكرناهن، يعني صحيح، والنقل مجاني للجميع. حلوة الفكرة، إن شاء الله تتعمم ويكون في أفكار. صار له أسبوع ماشي، ما في ولا نهار عم يكون في كرسي فاضي، يعني عم فك يصلنا نرجع إذا نمشي باص تاني. عمموا يا ريت، بيكون أفكار من طبعا من اللبنانية من الخارج، قديش بيقدروا يساعدوا، إنه يا ريت هالأفكار تتعمم، يقدر اللبناني هلا يروح على ضيعته يقضي نهار ويجي، لأن كلفة المحروقات كتير مرتفعة. صحيح. ومش عم بيقدر. على كل حال بدنا نحكي كمان عن موضوع كتير مهم. هلأ جينا اتصال من ناس انه كاريتاس عم بتساعد السورية بالإضافة طبعا إلى اللبنانية، ما هني يعني الأمم المتحدة عم بتساعدهم وعم بيقبضوا بالدولار وقاعدين مرتاحين وبيروحوا وبيجوا على سوريا، ويعني وما عم بيوقفون لأنه لازم بالقانون اللي بيروحوا وبيجي، يعني قادر يروح على سوريا يبقى بسوريا وعم بيقبض، لأنه هو معول على القبض بالفريش دولار من منظمات الأمم المتحدة الموجودة بلبنان. إيه ليش كاريتاس؟ صرنا 3 أسابيع فاتحين، بتصور ما قطع نهار إلا ما عندي زيت السؤال أسأل هذا السؤال. الكاريتاس هي بمحل، لما بنحكي بالشفافية اللي عندها إياها، يومنا بيجي واحد واهب بيقدم أي مبلغ أو أي مشروع، بيكون في أشخاص بيقدموا من دون أي شروط وفي أشخاص عندهم شروط، يعني من جملة الشروط أوقات بيكون بقول بدي 50% للبنانية 50% للسورية افترضنا، أو 50% لبدي لمنطقتي إذا كان هو من منطقة معينة، مجبرة كاريتاس إذا أخذت هذا المشروع ووافقت عليه تلبي الشروط اللي حطتها الواهب. ومن هيك في كتار مشاريع إجت حتى أنه 50% للبنانية 50% للسورية، ما مش خيار كاريتاس كاريتاس هي تلتزم بالشروط اللي بتعقدها مع الواهب بالمشاريع. نعم. على طول بتقدم كاريتاس برامج يعني ويعطيها العافية، وفي شباب مثل ما قلنا متطوعين عم يشتغلوا فقط لخدمة الناس، بس الناس ما بتعرف أي متى بلش البرنامج وأي متى بيخلص. كل الموجودين على الويب سايت عند كاريتاس ولازم يعرفوا، يعني اليوم في برامج بتخلص وبضل الحاجات لها، شو بتعملوا تتقولوا؟ يعني بسيق حديثك أبونا قلت أنه كاريتاس ما بترشح حدا فاضي، يعني اللي بيطلب نسعد انه نقدر. نعم. يوم لبنان كله بحاجه، مش قادرين نغطي كل لبنان، بس نسعى انه وهذا يقولوا بير ميشيل انه نحن لازم يكون شعار لنا ما يدق حدا بابنا ويف الفاضي، هذا اللي بنسعى انه نوصل له. اليوم الشيء المهم، انا كل الاشخاص يلي عم يشتغلوا، انا مثلا في لك شكرا لحضرتك عم توصلي رساله كاريتاس للاشخاص، إيه للمشاهدين والمستمعين لبنان. لحضرتك لصوت لبنان لكل وسائل الاعلام. الشيء المهم انه اليوم كاريتاس برنامج تبعها هي كل شخص بحاجه عم تدعي روح على المركز تسجل. هلا خلينا نوضح المراكز، لانه يعني بيسالوا بنروح على المركز الرئيسي ولا في مراكز كاريتاس معمه بكل لبنان، يعني كل حدا حسب منطقته اللي موجود فيها في يروح على المركز نفسه ولا بيروح على المركز الرئيسي؟ لا كل شخص وين هو موجود اقرب مركز له بروح عليه. لما بروح على هالمركز في اسيستنت سوسيال بتقابله بتعبي له طلب، هذا اللي بدي اوصل لجاوب حضرتك وقت في برامج كيف الناس بتعرف فيها. بيتعبى طلب، بصير عنا داتا عن كل المناطق، أي مشروع بيجي بنطلع على الداتا اللي عنا يلي بيشملهم نحن بنتصل فيه ونبعث له خبر، مش بس هو منه بحاجة بس هو يتابع، نحن كمان رح نتواصل معه. من هون هي دعوة لكل واحد محتاج أو عنده أي حاجة يروح على أقرب مركز لكاريتاس ويعبي طلب، لأنه بياخدوا منه كل المعلومات. إذا إجا مشروع تربوي نطلع بالمسجلين عنا من يشملهم نتصل فيهم تعاوى إيكم مشروع، إذا إجا مشروع اجتماعي مشروع زراعي مشروع صناعي بس في مشروع بيبتدي
وبيخلص. وي بس ما نحن بيكون عنا الاشخاص مسجلين من هيك اوريدي، لازم يكونوا مسجلين اليوم، لازم يكونوا مسجلين لحتى اذا اجى اي تمويل تبتدوا بالمساعده. يعني نحن اليوم لما بتروح حتى شخص يسجل ناخذ منه كل المعلومات، يعني بتصير عنا اذا اجى مشروع بشيء بيطاله هو داخل فيه، يعني حتى ما يتاخر اذا مشروع تلحق روح ممكن، لانه الديدلاين بتكون صغيره وقت بيجوا المشاريع للتسجيل. من هيك بنتكل اكثر على الاشخاص المسجله عنا. نعم. من هون هي دعوه لكل الناس انه اي شخص عنده اي حاجه معينه يروح يقدم على اقرب مركز لكاريتاس. كاريتاس هي موصوله ببعضها، يعني مركز الام باي مركز شخص راح لعنده رح توصل له المعلومات على المركز الام. يعني وقت بيجي المشروع بيطلعوا بيقول هيدي الشريحه رح تطلع هذا البرنامج اللي عددها افترضنا 10,000 شخص. نعم، يعني في كاريتاس كانت يعني هلا بعده البرنامج ماشي انه بتدفع بتساعد بدفع الفروقات على للمستشفيات، هي الحاجه كتير كبيره. هي اكبر حاجه ورقم كتير كبير ببرامج كاريتاس. صحيح. انك تدفع فروقات مستشفيات. صحيح. او يعني ما يتيسر من الفروقات. في برنامجين صحيات، برنامج يلي هو في بعض الامور تتعلق ببعض الامراض وبعض الاشياء الطارئه، هيدي عم بيحاولوا يامنوا لها فريش دولار. مثل شو يعني؟ يعني مثلا عمليات طارئه، جراحيه، كونسير اول فاز. في برنامج بيبعت، يعني اليوم انا بروح بقدم طلب هني بشوفوا اذا بيستوفي هيدي الشروط. مثلا الواهب هو حاططها انه انا هودي انا بغطيهم وبيدفعوا لهم فريش دولار. وفي يلي هن عندهم عمليات وما بيقدروا، كاريتاس عم بتحاول تأمن تقريبا بحدود 10 مليون مساهمة، بس هذا الرقم كمان وصلت المحل قطعت، كنت حتى رقم قطعته، رجعت حطت رقم جديد كمان قطعته، لأنه هو أكتر حاجة اليوم. إيه بس لازم يعرفوا الناس أنه على قدر العطاءات بتقدر تعطي. صحيح. على قدر المساعدات اللي بتجيها بتقدر تعطي، مش كل الوقت البرامج قادة تأمنها بوقتها. يعني نحن نقول كاريتاس صحيح اللي عم تعمله أهم من دولة، بس هي منا دولة. منا دولة. هي تتكل على المساعدات اللي بيجوا. هالمساعدات اللي بتجي على قدن فيها تشتغلوا فيها تروح. إيه بس 50 سنة ومكملين. وأكيد ما نكفي أكتر. وبتصور مبارح شو ما نحكينا، العرس اللي كان مبارح بيجاوب على كتير أسئلة. صحيح. إنه معناتها الكاريتاس ماشي بطريق رغم صحيح. رغم شو؟ رغم يعني صعوبة التنقل وغلى المحروقات والبنزين، كان يعني في عرس. لو كان في أوسع بعد كنيسة كانت كمان رح تكون أكثر وأكثر، كانوا في ناس واقفين. على كل حال أنا بدي أشكرك أب سمير غاوي رئيس دير مرمرون مجد المعوش ورئيس إقليم الحرف كاريتاس لبنان، أهلا وسهلا فيك ويعطيكم ألف عافية وألف مبروك على اليوبيل 50 لرابطة كاريتاس. بتشكرك على استضافتك وبنشكرك، وبرجع بقول نحن كمان حضرتك عم تعطي رسالة وصوت لبنان كمان أنه نوصل رسالة كاريتاس لكل الأشخاص. الله يقويكم. هيدا واجبنا. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، فاصل ونتابع عن المي الملف الأصعب بلبنان، وضيفنا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منتابع نقطع السطر عبر صوت لبنان مع ملف من أهم الملفات وهو ملف المي. كل الناس عم بتصرخ تقول ما في مي، ناس مقطوعة من المي ابتلاقا من العاصمة. روحوا معنا على المتن لكل لبنان للشمال وغيره، شو قصة المياه؟ عنا طبعا في مي بتشتغل على الجاذبية اللي هي ماشي حالة. شو رح تعمل مؤسسة اليوم المياه في بيروت وجبل لبنان لتأمن المي للمياه؟ حركة اليوم جان جبران رئيس المؤسسة باتجاه رئيس الحكومة، شو أسفرت؟ شو الخطط المستقبلية لتأمين المياه لأهالي بيروت وجبل لبنان؟ كل هالعناوين مع ضيفنا رئيس مؤسسة مياه بيروت والمدير العام جان جبران. أهلا وسهلا فيك حضرت المهندس. أهلا فيك، صباح الخير. الناس كلها عم تصرخ ما في مي، شو عم تعملوا؟ كيف فينا نطمن الناس انه ممكن عن جد يصير في مي اليوم؟ كيف عم بتعالجوا الوضع؟ انا اليوم بحب اني احكي، انا حكيت مع المدراء زملائي اليوم، فيني احكي عن الاربع مؤسسات بلبنان. يعني انا اللي بدي اقوله اليوم هي معاناة الاربع مؤسسات بلبنان للمياه.
نحن اليوم قاطعين عم تحكي باسمهم اليوم. فيني احكي عم بحكي باسمهم وباسمي باسم بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب. انا حكيتهم ورح وصل صرخه تبعول المدراء العامين كلها للناس تعرف شو عم بصير. نحن اهم شيء الناس تعرف انه مؤسسات المياه هي مؤسسات خدماتيه لتوزيع المياه بس. نحن مصادر المياه لازم تكون مأمنه. نحن كمؤسسه بنوزع المي للناس بالتساوي. هذه واجباتنا الاساسيه بهالموضوع. اليوم مع الاسف قد ما الناس محشوره وقد ما الناس متضايقه صاروا مفكرين انه المصدر المي هو عند المؤسسه، توزيع المي للمؤسسه، والمدير العام للمؤسسه هو المسؤول المباشر عن عدم ايصال المياه. هذا الشيء غلط. نحن اليوم بانهيار تام بالبلد، نحن اليوم انهيار مالي، انهيار اقتصادي، انهيار خلقي، سرقات كذا. نحن كمؤسسات مي منحمل المسؤولية مش للمؤسسات للموظفين الصغار، صار في ناس كبار تتحمل مسؤولية. نحن نقطة ببحر هالوطن، نحن لازم تحافظ علينا كمؤسسات تنستكمل خدمتنا للمواطنين، لأنه انقطاع المياه هو الثورة الحقيقية وهي بداية انهيار البلد نهائيا، لأنه المي هي مادة حيوية لكل الناس، وبلا مي ما فينا نعيش. بلا كهرباء منعيش، بلا أكل منعيش، كل شيء فينا نعيش بلا إلا بلا المي. المستشفى بده مي، الفرن بده مي، المعامل بده مي، كلن بده مي. المي إذا ما في ما حدا عندنا بديل لا. أنا بحب مدام نوال إذا بتحبي إيه بس بدي أقول من صلب عمل المؤسسة ومن صلب وجودها هو تأمين مياه الشفافية نضيفة إلى كل الناس. أكيد صلب هو تأمين المياه. إيه تأمين المياه. تأمين مياه إذا موجودة مصادرها، ومصادرها موجودة إذا في كهرباء تقدر تنقل المياه من مصادرها للناس. نحن رح نقول كلام واضح للمواطنين من سنة ونص سنتين من ثلاث سنين عندما استلمنا نحن مدراء العامين جديد. بعد أول سنة وثاني سنة كان في عنا نقلة نوعية للمؤسسة، وخاصة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بشهادة كل الناس. بس النقلة النوعية شو يعني؟ النقلة النوعية اللي هي صار عن كان في مناطق 60% ما مش وصل لمي، صار عنا شبكات جديدة، اشتغلنا على بروجرامات جديدة، اشتغلنا على موظفين، زبطنا الموظفين، بلشنا نعمل ستركتور الأساسي للمؤسسة، وكنا طالعين طلع مهمة. والأهم شيء بس يصير الجباية عم تعلى من 60% إلى 85% بيكون مواطن راضي وعم يدفع. نحن بالست 19 وصلت جبيتنا ل 82%، كانت بال 17 و 16 42%. هيدي بحب اني اقولها للناس. لمن وقع الانهيار اجت الثورة واجت الكورونا ولبنان بلش يرجع نزول. المؤسسة هي عنصر بهالبلد، المؤسسات هي عنصر هالبلد، تراجعت مع وقوع الانهيار. ايه بس المؤسسة عندها اموال يعني ما قدرت صمدت ولا شوي. وين اموالكم؟ نحن اموالنا اليوم دابت وين؟ بمصرف لبنان وبالمصارف او دابت بفرق الدولار. نحن اللي بيقولوا لك اليوم انه اموالنا حطينوها على سد جني، انا بحب اقول للمواطنين ايه انتم متهمين انه وضعتوا الاموال على سد جني موجوده. مؤسسه مياه بيروت وضعت اموالها وجبل لبنان بسد جني. عم بسمع على طول انا مش بدافع عن الموضوع. هذا رصدت الاموال من سنه 2011 و2012 واموالها موجوده، ولو بعده الدولار ب 1005 سد جني خلص. اليوم سجلني معرقل لأنه فرق باهظ بالأموال. فلها سبب مش عم نحكي بهالمواضيع، عم نحكي بأبسط الأمور. اليوم معيش الموظف صار 50 دولار 40 دولار، ما بقى عم نحكي بمواضيع كتير كبيرة نحن كلنا نسيناها. أنا بدنا نستمر، بدنا نخلي الناس تتعبي بنزين. لما بينقيم لأيامي على البنزين صار 700,000 ليرة للتانكي. إن فيك ما تتجول بس ما فيك ما تشرب. إيه كيف بدي أمن شرب للناس إذا ما عندي موظفين عن تبرم على المناطق وتأمن المي للناس؟ إذا موظف يقبض مليونين ليرة 4 تنكات مي بيطلع بيبرم بيعمل باربي بنهارين ثلاثة وبيقلب عشان يكمل الشهر. نعم. نحن بهالموضوع بحب إن أنت نحكي شوي هيك عامة. بس خليني أنا بس أنا وياك عم نحكي. أنا وياك. طبعا يعني إحنا ما ننتقل من الموضوع يعني اليوم فضل. خلينا بدنا نطمن الناس. فضل. يعني اليوم الناس شبعت تقول عنا مشاكل. مزبوط في مشاكل في انهيار. لا أنا بهمني الناس في وضع اقتصادي. ملام نوال بهمني الناس تعرف عم بتقوص على المحل الغلط. امبارح موصين علي شخصيا بجامعة المتن انه بتشكوا علي شخصيا. ليه؟ لانه انا قاطع المي. ما في محل انا بس انا مش بس بالمتن، ببيروت كمان قاطع المي. هل مخبرك اذا انا قاطع المي يا ريت انا فيني على الفأس بجيبك انت. بس هلا رح نقول لك قاطع المي بكل لبنان،
لأنك عم تحكي باسم مؤسسات المياه بلبنان. الشباب حابين كانوا يكونوا معنا كمان اليوم وسيشنها بتعملين حلقة للكل. ايه أكيد. كل واحد يعطي معاناته. نعم. أنا بدي أقولك شيء. هي معاناة الدولة. بس اليوم معاناة الشخص الموجود بمؤسسة اليوم. نحن اليوم موجودين بهالمؤسسات لازم نحن نتبخر إذا بتعرفي، لأن نحن عم نقاوم، نحن عم نقاوم مدام نوال، نحن عم نعمل وجباتنا الوطنية، نحن فينا نفل. أنا في سكة تليفوني وش بدكم المي والناس ما عندها مي من ليش شو سببها في مي؟ شو السبب؟ لا قلنا ما في كهرباء. انا جيبي لي كهرباء بعطيكي مي، طب ما كنا جيبي لي مزوق بعطيكي مي. ما كنا قبل نقدر نستبق هالامور، نعمل مثلا طاقه شمسيه، ما احنا كلنا عارفين لوين رايحين. ليكي مثلا في 30 او 35% على الجاذبيه. نعم. وفي 70% على الكهرباء. ايه؟ يعني هلا على الجاذبيه بيشربوا، أنا بعرف. على الكهرباء ما بيشربوا. انا بعرف في خط عندي بيجي على دبي له 30 سنه مش مقطوع ولا مره، خط بيجي على الأشرفية له 30 سنة، هذا خط ستريت بقول خط مباشر دخل. بعرف انه انا بوصل لمحل بده يوصل لمحل يجي ساعة بالنهار او كل يومين ساعتين، انا بقدر هالموضوع، انا بعرف بهالانهيار التام بده يصير. نحن ما بنعرف نحن موظفين، نحن جايين تندير مؤسسة. مين لازم يعرف انه نحن قادمين على كارثة؟ ليه لازم يعرف؟ مين؟ ما في دولة بتعمل مخططات يعني. مزبوط. اليوم مزبوط. تعرف لوين رايحين. مزبوط. ولوين واصلين. مزبوط. ما هيدا مصيبتنا بلبنان. اكيد مش انا بس لازم اعرف، من علي الصرخة. اكيد مش انا لازم مين اعرف مين وزير الطاقة. اذا انا لازم اعرف، اذا انا مش انا اللي بامكانيتي، مش انا اللي بقرر اللي بده يعمل شيء. نعم. يعني عم بحكي باسم كل المدراء العامين، لانه مدير عام بيكون جاي ينظم مؤسسة، جاي يمشي مؤسسة على الخط المضبوط، جاي يدير مؤسسة، مش جاي هو يخطط يعمل مستقبل. نحن ما لنا حق، نحن ما لنا حق الا نحكي بس. نحن ليك نحن ايه هلا شو عملت حضرتك؟ تخبرك شو صار معي. تقلك شو عملت؟ اول شيء بيروت وين صار. هلا نحكي عن اليوم بيروت انحلت، يعني سمعنا انه انحلت قصة المياه ببيروت. كيف؟ لنرجع كمان على المتن وبعدين على، بس في مواطن عمالي مش مزبوط انه الحق على الانيار. انا ببعبدات من 8 سنين كل 10 ايام بشتري مي الا شهر ايار فقط، لا بتجي المي بسحر ساحر. واذا بدك الفواتير معي، وكل مرة بيصير هيك مثلا، يعني هي مش أول مرة. يمكن ما فيش له، لا أكيد نشكيله ونبكيله ما في فايدة. شو بيقول؟ نشكيله ونبكيله. لك في مواطنين ما عندهم مي. إيه أكيد نحن جينا عم نزبط كده الأمور. نحن لك بس استلمنا نحن المي. بحب أقول للمواطن أنا كان في 60% من الناس ما عندهم المياه، عملنا شبكات وعم نحضر وعم نقل، عندنا بلان على 5 سنين كنا ماشيين فيه، بس المحل وقفت الأمور. وهو بيعرف كمان المواطن اللي عم بيحكي هلا، في ناس كتير تحسنت وفي ناس كتير عم تشكر وفي ناس كتير بعدها معنا ماشي. أنا خلينا نرجع لموضوعنا. نعم. موضوعنا قصة بيروت. قبل ما انقطعت مي بيروت كان نحن معطونا مزود. لا معطونا مزود، بقينا على جمعتين المنشآت ما تعطينا مزود، لأنه معيد مصرف لبنان يقبل ياخد تحويله من مؤسسة مياه بيروت ويحولها للمنشآت. شو السبب يا عمي؟ بعدها تحويلات ما تحول. مديرة النفط مدام قرور فغيل ما عاد معها مصاري تشتري بواخر، قلت لي ما رح فينا نعطيكم لأنه بدنا كاش. تواصلنا مع مصرف لبنان طلب أنه ينحط كاش عندهم تيعطوا المنشآت. نحن ما فينا نحط كاش، نحن بعد بنقبض شيكات بالناس مسهلين، بعد بنقبض كريدت كارد، بعد بنقبض البنوك بتقبض. انتوا بتقبضوا هلا فواتير مي بكريدت كارد؟ كيف لك ان شيكات كل شيء بعده مسهل للناس تنساعد الناس. تواصلنا مع مصرف لبنان على ما يبدو بدهم كاش، اضطرينا نعمل زياره لدوله الرئيس. دوره الرئيس الحكومه مئات، وشرحنا له قلنا له نحن هي اموال الناس، هاي اموال الناس بالمصرف، مش اموالي انا ولا اموال الموظفين. الناس عم تدفع تاخذ مي. صراحة لبينا واتصل بالمصرف وبالمبدأ حولوا للمنشآت وعطونا مزود. هيدي كان لنا جمعتين بلا مزود، كان في انقطاع شبه هيك قاسي. نعم. للمياه ببيروت وبالمناطق. بس تحولت انكسر أسطر على الكسر أسطر 1200 على جاليري خباز، هيدا أسطر عمره 40 سنة، جوان تبعوله نفس وانكسر. ايه شفنا يعني اليوم عشرة السير والمي على الطرق. راحوا الشباب راح دغري الفرق تبعونا المتعهدين بالترجي بينزلوا، لأنه بتعرفي متعهد بدو مسيرته دغري كاش يا عم نزال، وهيدي مسؤولية وطن. نزلوا فتحوا شافوا جوان تبعوله كتير قديم، بدو لازم نوسع على جوان خصوصي تنعمله. وهيدا مش خالص، نحن عنا بالمؤسسة جوانات قديمة حتى مؤقتا، وصينا على شيء
اتفقنا مع اليونيسف وقالنا راد نهار بكره التنين نستقبل. هون انقطعت المي مبدئيا كلها ببيروت وبساحل المتن. هلا مشي حاله قد ما صار في ضغط علينا وهم وصار في شكاوى وطلعوا بالاعلام وكذا، ابتكرنا مشينا خط ال 600 يلي هو اقل كميه مي، اعطينا المتن الساحلي، ولكن مش كل الناس اخذت بالقوه اللي بتاخذها، بس ريحنا شوي الناس، قدرنا نريحهم هون الى حين يرجع يمشي خط ال 1200 اذا الله راد على بكره عشيه ان شاء الله ما يصير معنا شيء وترجع الدنيا على طبيعتها. صباح الخير. ليش منطقه راس بيروت الحمراء تحديدا ما بيوصل لها معظم السنه مي؟ كل يوم نشتري سترنين. لا هيدي اخر فتره اخر سنتين ما عاد يوصل لها لانه ما عاد عندنا كهرباء، ومع هلا بدي عم بقول لك انا عندنا خط ستريت كامل للاشرفيه عم بينقطع وما فينا نحط موتورات هنيك. تلت الخياط عندنا كمان خط كان طالبين خط ستريت ما عم يعطينا، يعني خطوط ما بس ما يكون في كهرباء ما بيوصل لها مي، يعني بس يكون عندنا كهرباء عم توصل المي، اكيد قليل المي بس عم توصل. طيب ما كنا قبل بنقدر، ما هو التخطيط عندنا بلبنان مشكله، ما كنا بنقدر مثلا على ال1005 نظبط شبكات المياه مش تنفجر القساطر؟ طيب مين لازم يعمل هالمخططات؟ يعني ما كنا بنقدر نبتكر يعني حلول لعدم انقطاع المياه، مش نتكل فقط على المحروقات، يعني بدول العالم بطلوا حتى يتكلوا على المحروقات لحتى يضخوا المياه. مدام نوال الحلول هي مبتكره بخطوط باستراتيجيه مائيه كامله معموله سنه 2000 بلبنان. هلا مش انا المسؤول لما استكملت هالاستراتيجيه من سنه 2000 ايام دكتور فادي امير، كان في استراتيجيه كبيره مهمه معموله. ما نحن عندنا استراتيجيات ما بتكفي، بس بالسياسي بالعام ما زبطت. الشبكات اللي عم تحكي عنها، نحن عندنا خطه خماسيه كتغيير تقريبا 80% من شبكات المياه بلبنان، نشتغلنا فيها سنه ونص ما عاد قدر كملنا. ليه بس اليونيسف ما كانت عم تدعم؟ اليونيسف دعموا من بعد ما صارت الثوره صار يدعمونا، يعني يدعموا بالاشياء بالاصلاحات الصغيره بس مش خطوط شبكات. ونحن بعدها ولا وقف اليونيسف؟ بصدق اليوم اليونيسف والجهات المانحه وقفوا بشكل انه في اعاده نظر للبادجت وكذا، بس انا بشكرهم من اذاعتك من هون من هالبرنامج، بحب اشكرهم. لو منهم هن ما مشي الحال لنا سنتين ونص، نعم. لو منهم هن مش ماشي الحال نحن بنشكرهم، وبعتقد اذا الله راد عم بيقولوا من هلا لراس سنه في برنامج جديد تيعطونا مساعدات، بس اليوم حاليا نحن بنشدهم تساعدونا. انا عامل بيان وعملنا نداء الاسبوع الماضي من انه اذا ما ساعدونا في عنا مشكله كبيره، لازم يساعدونا بالاصلاحات اللي عم بتصير. نحن عم تنسرق عنا هلا بدنا نحكي عن السرقه، بدنا نحكي شوي عن الابار، يعني اليوم فينا اليوم يعني نستعين بالابار لتامين المياه ولا كمان بدنا محروقات؟ بيتي بعيد عن خزانات برج ابي حدا 150 متر، صلنا سنتين وسنتين صيف وشتاء ما عم نشتري الا سترنات بحجه ما في كهرباء ولا مازوت، ومنشوف المي على الطرقات رايحه جايه. نحن يعني معقوله نوصل لهون؟ يعني ما بتوصل مؤسسة مياه بيروت المي لنا مستمعة؟ اول شيء بدي احكي بخصوص المي على الطرقات، هيدا الناس عم تحكي مزبوط وانا كتير متالم من هالموضوع، ملاقي المي على الطرقات وبالحنفيات ما في في متعهدين وقفوا تشتغل معنا، ما بقدروا يشتغلوا، ما عم يقبضوا بسرعه، بيقولوا ما عم بيربحوا الربح اللي كان موجودين هون. السبب هو مزدوج، المتعهد اللي كان يستفيد كتير بطل يستفيد كتير، تركنا وفل، وهيدا المتعهد لازم ينحط عليه نقطه سوداء ما عاد يرجع على الشغل. في متعهدين عم تتعب وعم تعطي من جيبها وعم تشتغل، بس قالوا المتعهدين. نعم، مستقبل اتصال، مين معي؟ ألو صباح الخير. صباح النور، كيفك مدام نوى؟ يا هلا. بس حبيت أقول لك إنه قطاع المي مثل قطاع الكهرباء مثل قطاع الدواء مثل قطاع البنزين مثل كله السرقات اللي ماشي، لأنه في سوق سوداء، كله عم يتحول على سوق سوداء. ببيروت ما في مي، الشركة ما بتعطي العالم مي، بس شو بتعمل؟ بتعبي للسترن مي ليبيع العالم المي. بتعبي، بدنا نشوف من وين عم بيتعبى السترن، هل من الابار؟ نعم، شركة المي عم تتعبى ليروح يبيعون للعالم. وين بس دلينا وين؟ يعني اليوم بدنا نحكي ببيروت. ببيروت وين تحديدا؟ يعني من وين عم بتعبي شركة المي؟ عندها مي، عندها مي بقلب الشركة. هيدي سوق سوداء، هيدي اسمها سرقة، هيدا اسمه. شكرا لك. كيف الدولار بتروحي انت عند الصراف وبتشتري وبتروحي على البنك ما بيعطوك اياه؟ نفس الشيء، هيدا قطاع فاشل بكل القطاعات. انا بطلب شغلي وحده، لازم كل هالوزارات وكل هيدا يتسكروا، وحاج ياخذوا العالم معاشاتهم ويروحوا. هيدا عم ياخذوا معاشاتهم عم بيجيبوا للعالم مي، عم شكرا لك، عم بيجيبوا للعالم خبز. خلصنا بقى. نعم، صرخت الناس تعبانه. حضرت المهندس، ما لا تعليق، لانه انا بفهم الوجع الناس وخاصه اللي ما عنده خبره بالاشياء بينحكى الكلام. من وين عم بيعبوا السترنات مي؟
الشتانات الخاصة عم تعبي من الأبار الخاصة. من الأبار. طيب ليه ما أنتم ما بتستعملوا هالأبار؟ نحن ما لنا هاي أبار خاصة. أبار خاصة ما فيكم إنه تستعملوها؟ لا يعني لا. تحطوا إيدكم عليها لحتى تأمنوا. أبار خاصة أو شيء منا مأكد إنه مياها صالحة تنشي أبار الخاصة، هي منا للدولة يعني، مش لألنا يعني، مش للمؤسسات. نحن عنا أبارنا الخاصة وعنا كفاية مي مدام نوال. نحن اليوم مصادر المي موجودة، في مي كتير عند سنة شتت الدنيا. مشكلتنا بنقل المياه. نحن بس بنكون عنا مزود كيف نقل المياه. هلأ بيجي نقعني جاي خبرون الخبرية إنه نحن المؤسسات معهم، نحن كموظفين والمدراء والإدارة مع الناس، ولكن عن نعمل قد ما فينا قد ما استطاعتنا نقدر نعمل. طب اليوم يعني اليوم لو هالأبار عم نحكي قطاع خاص وعم بيعبوا من الناس وفي ناس عم تتضرر عم بيصيبها حساسية، مين المسؤول؟ مش أنتوا لازم تكونوا معنيين بفحص كمان؟ لا البلديات مسؤولة بهالموضوع. لا ما خصنا بلدي. طب تفضلوا خويجة، يعني اليوم البلدية تقوم بشغلها، لأنه اليوم يعني إذا في بير غير مرخص بمنطقة معينة وضر الناس البلدية يعني نحن كما أنا سلطة عليها الموضوع. نعم. فإذا خلينا نقول إنه الأبار هي متوفرة فيها المياه وعنا كميات مياه كافية وافية للمؤسسة. نعم. بس ما فينا نطلع المي ونوزعها، نقل المي صار صعب لأنه ما في كهرباء وما في مزود. أيه. وعنا مشكلة تانية بس عنا عطل، ولا في تخطيط من قبل أنه ممكن نستعمل يعني أفكار أخرى لحتى نضخ المي من منطقة شمسية وغيرها. طيب مدام اليوم مدام نوال بتقولي العطول تخدينا على الفكرة المسبقة، يعني عم نقول لي يا ريت أنه الواحد إذا ما صار مع كورونا وميت لازم يحافظ كيف أفكار مسبقة. هذا السيستم هيك ماشي. نحن مين بيقول بده يصير فيها الانهيار التام، ومين بيقول أنه مش نحن مسؤولين؟ لازم كانوا يعلموا المؤسسات أنه يا عم رح تنطر كهرباء عنكم. إيه؟ دبروا حالكم. معك حق، بس القصة وما فيها أنه ما في بلد بالعالم بيخلي شعبه بدون مي، يعني هيدا كيف؟ أكيد أكيد هيدا عم نقوله، يعني عم نحكي بأفكار. ايه ايه مشان هيك أنا بدنا ناخد على التخطيط أنه قبل كان لازم، يعني مش وحدك المسؤول، الكل لو عنا دولة، بس نحنا للأسف. لكن الحلقة المدام قلت على المعاشات اللي يروح ينضبوا ياخدوا ما ياخدوا معاشاتهم، نحن بقلك كل اللي عم يشتغلوا بالمي بعد من المدراء العامين لأصغر موظف صارت عنده رسالة، أي معاش أنا معاش بعبي لي 10 كيت بنزين. نعم. اذا كان شو اقل من 10 بنزين، عيب نحكي هالكلام بقى. صارت رساله شغل. هلا قبل ما ناخذ الاتصالات، شو عم تعمل هلا حضره المهندس جان جبران لحتى نأمن الناس بالحد الادنى من المياه تتعيش؟ انا عم بقول لك شو عم بعمل. شو عم رحت عند الرئيس مئاتي؟ اول شيء منا عم نترك شباك معين فينا ندخل منه تقدر نأمن مساعده للمؤسسه منهم. تأمين المزود عم ترجى الناس، عم ترجى المنشآت، الناس عم بتساعدنا، البلديات المقتدرين يساعدوا تأمين المزود. عم بيساعدوكم؟ في ناس عم بتساعد. نعم. في ناس عم بتساعد. السرقات اللي عم بتصير عم نروح عم نلتجي للبلديات على الان جي اوز على اليونيسف تقدر نصب بمروك. وين بمروك؟ جلديه مسروقه. جلديه مسروقه كلها، يعني اليوم مش عم تجي المي من وراها. نحن اليوم اليونيسف جاي وتواصلنا مع رؤساء البلديات. مش حالة الحاليين كانوا وعدينا، في ناس مقتدرين حتى بالمنطقه عرضوا حالهم، نشكرهم ما بحب اقولوا اساميهم. كمان رح نساعد عيون تنظبط المحطه الاربعه رح نعملها. ما مخلين مسؤول غير ما عم نروح لعنده نشرح له وضعنا. كل الناس عم تعرف شو عم نعمل بهالموضوع ضمن امكانياتنا. ونحن اليوم بقول لك شغله، لو ما لنا هيك عم نعمل الوضع اسوء بكثير. مستقبل اتصال، مين معي؟ الو، اهلا. دي ميني. يا هلا. من ادونيس. تفضل. في عنا ما قصر صار له شهرين مكسور خلف كنيسة مرمطانيوس. تمام، يلا لا نكتب بالأرض. نعم، خلف كنيسة مرمطانيوس بأدونيس عم انتزنا على شركة المي، ما حنا برد علينا صارنا شهرين والمي عبطلوا على الطريق على الفاضي. نعم، هيدا كمان أوكي. موضوع يلا عم بيكتب المهندس جان جبران. ايه لازم يتصلح المي، ما لازم تروح كمان. أكيد. اتصال آخر، مين معي؟ هلو، بونجور. بونجورين. ليش بدي تعطيني شوي تاك دقيقتين وقت مشان الإعفاءات المي بالأشرفية بحي أستاذ جبران؟ هل هو الإعفاء كامل المبلغ أو نص المبلغ؟ واحد. اثنين، مشان سجلني أنا رجعت بملفي ما عليه عم بالترشيد لأنه موجود من نيسان، بروح بيطلبوا مني بيرجعوا إفادات عقارية. هو بيعرف أنا ملفي أوريدي، أنا بالاعتراض هلا ملفي فيه 3-4 مرات. عم تسمعها؟ في بملف 3 مرات إفادات عقارية. كل ما بدي أنزل بيقولوا لي بدي إفادات عقارية جديدة. أنا أمي عمرها 83 سنة وأنا موظفة، ما فيني كل يوم ما في كهرباء، يوم كلفت حدا ساعة بيقول لي ما في كهرباء، ساعة ما في الكمبيوتر،
طب لشو الإفادات العقارية مادام موجودين بملفي؟ أنا بتمنى يعطيني موعد. نعم ما خلينا نعطيه موعد، تفضل. تيجي لعند اليوم. تيجي تعي لعند اليوم أي ساعة؟ ساعة البتريد. ساعة البتريد هو موجود بالمؤسسة، أهلا وسهلا فيك. اتصال آخر؟ تنجيبك يا من المرة. إيه هلا بدنا اتصال آخر لنجاوب عليهم اثنينهم. بدنا نعرف يلي مركب عداد مي شو هي تسعيرة المتر المكعب والاشتراك الثابت للعداد. ايه عم بسألك. ايه سامع. المركب عداد مي، العداد نحن اليوم المتر المكعب 750,000 ليرة وبلوس بيجي صيانات وكذا بصير بالمليون وشوي. نعم اتصال مين معي؟ الو 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 صباح الخير مدام. اهلا. عفوا بس احنا عنا بلاء من الله. الله لنا فيهم هن وزارة الطاقة والمياه، يعني هو اللي احنا قد ما هن يعني قوايا، كل واحد يجي وزير طاقة ومياه بيصير نايب. ما بعرف ليش، ما بعرف شو صار في مالي. طب سؤال مباشر مباشر، سؤال مباشر عن المي. وعشان ما احنا 15 سنة مستلمين نفس الفريق، مستلم هيدي الوزارة وعم بكل مال الوزارة لورا، لا طاقة ولا مياه ولا فايتين بالنفط والله يصبر. شكرا. شو عم يعملوا يعني؟ ما بعرف هيدا الوزير او هيدا الفريق السياسي اللي مستلم هيدي الوزارة ليش بعده عم يعمل هيك. هديك اليوم سد المسائل حنشف، صار حلبة كارتينج صار يعني. ما بعرف شو عم بيتفننوا يعملوا بالوزارة. هلا بنحكي عن السدود. والعالم بعدها ساكتة. نعم. العالم بعد ساكتة. نعم. شكرا لك. صهاريج المياه عم بتعبي من شركة المي من وين؟ وين؟ ما مش اعطيني يعني بس اعطيني بس وين؟ بس ايه اعطونا. اليوم عم بتعبي من الابار الخاصة. نعم. ومفروض على البلديات ننهي هالشق انه هن يراقبوا هالمية. اليوم هل حضرتك مع تجربة مركزية المي نجحت ولا لازم تكون لا مركزية بتكون افضل؟ بأي معنى؟ يعني يكون في مؤسسات بكل بلدة. في لا بكل بلدة. نحن بالكود انه دبروا حالهم حالهم لانه مشكلة. نعم. بنظام الكودولوج الجديد، بنظام قانون المياه الجديد، عاطي صلاحية، عاطي صلاحية انه كل مؤسسة مياه تتعاطى مع البلدية. نعم. لادارة مياه البلدة فيها، خاصة تتلم الجباية من البلدية وتأمين الصيانة للشبكات، عاطي هالصلاحية. نعم. وبس يتصدق هذا اكيد رح يمشي الحال. لان عندك مهمة كبيرة، عندك جبل لبنان وبيروت. مزبوط. يعني هيدا تقل وهيدا كبير. إذا صار. نعم. إذا المياه إذا صار. نعم. محطات إذا تكرير المياه شغالة مفروض يعني تكون المي صالحة اللي نحن عم نشربها. هذا سؤال. مياه نحن طلعنا. يعني طلعتوا بيان. طلعنا بيان عن وقت طلعت قصة الصفيرة بالمياه. نحن عملنا دغري تيست على كل مياهنا، نحن مياه المؤسسة بيروت جبل لبنان كتير صالحة للطبخ وللشرب، إذا حدا اللي بيقبلها للشرب ما في مشكلة. نعم. يعني أنتوا حاطين على موقع المؤسسة إنه مؤسسة مياه بيروت وجبة تأمين المياه مثل ما حكينا قبل شوي الناس، بس مش عم يعني اليوم تأمن الشرب كمان مياه الخدمة. اليوم مياه الخدمة كمان مهمة، يعني بالإضافة إلى مياه الشرب يعني بتشرب، بس مياه الخدمة هي كتير مهمة. اجتمعت بس خليني بس ننهي هالكم نقطة قبل ما ناخد اتصالات مع الرئيس نجيب ميقاتي. يعني اليوم ليش حتى يعني تطلب مساعدته تيفرج حكم مصرف لبنان عن الأموال؟ صراحة أنا رحت لعنده وشرحت له معاناة الناس، قلت له أنا بسلطة لمحل إذا ما تحول أموال للمنشآت من قبل مصرف لبنان رح توقف المي على كل المؤسسة. دغري تجاوب وصار في اتصال وحولوا أموال. إن شاء الله عطول ضل هالقصة ماشي. يعني مع الأسف ترين أنه صار لعنده تنحطه بالجو، لأنه نحن الإشر فيها نعملها عن نعملها، ما فيها نعملها مجبورين كل المسؤولين يساعدونا بهالموضوع. نعم. خلينا نستقبل اتصال مين معي. ايه صباح الخير. صباح النور أستاذ جبران. بعرف الحمل الثقيل كتير، بس أنا بعثت لمدام نوال فيديو صغير بتمنى تشوفه. قصد البرشمية بفوت فيه الزلمي عم بيروح مي، هيدا بغزة بركة كفرنيس اللي بتعطي بتولد كهرباء. ليش عم نروح على مصر وعلى الأردن وعنا معامل كهرباء مائية بتمشي وبتوفروا على المواطن؟ حضرتك وزارة الطاقة والمياه، إذا وزير الطاقة مش سألين نحن منعول عليك لنصلح الموضوع، لأنه ما بقى فينا نحمل مواطنين لا كهرباء ولا موتير ولا ماء. هذا الشيء مش معقول، ونحن مستعدين بالضياع نساعد إذا في بالإمكان. ويسعد صباحك. شكرا لك. بس ما وصل لي فيديو من عندك، وين بعته؟ بعته على صوت لبنان عندك مدام نوال.
يلا هلا بنشوف وينه. تسلم. انا بالفعل بتابع هالموضوع اذا بحب، لانه انا مش هيدا صلاحيه وزاره الطاقه، مش صلاحيه المؤسسه، بس انا فيني اتابع. فيك تتابع هيدا الموضوع ببصاليم المجذوب ما في مي من 20 يوم. مزبوط، لانه عندنا مشكله كان بهيدا الاطل، وكان عندنا مشكله بالموتور كان معطل. نعم. بصاليم كثير فيها مشاكل، وانا بعتذر من اهل بصاليم لانه عندنا مشكله كان بالموتورات، وعندنا كان مشكله مزود. واليوم حتى اليوم مشي خط ال 600 وبصاليم بعد ما اجاهم مي. نعم. بس حضرتك يعني عم نقرا ب 26 ايار قلت نحن يعني قادمين على صعوبه بتامين المياه لايصالها للناس، يعني من ايار حضرتك عم تتحرك؟ انا من اول سنه بلشت احكي بالمواضيع، وصراحه ما حبيت خوف الناس، انا اللي شايفه كنت وصلني له، وبعد بدي احكي اكثر. اذا لا سمح الله ما صار عندنا مساعدات من جهات المنحه، ما صار في عندنا دعم لنشتري مازوت، لانه اموالنا كلها راحت. طن المازوت اليوم 1250 دولار، نحن عاملين ميزانيتنا على 350 دولار، كان اموالنا راح تستنبد للمازوت. اذا ما صار عندنا مساعدات وما صار عندنا الان جي او يحطوا ايدهم معنا ويساعدونا، رايحين على محل اقسى من اليوم. انا على طول عم بحكي لك، على طول عم بحكي. شو الوضع فاذا نحن المقبلين عليه هلا؟ اذا ما صار في مساعدات في مشح راح يصير في تقنين قاسي قاسي جدا للمية، والعالم بدها تجن، ما في حدا. المواطن عليه مسؤولية اليوم، لازم يطلعوا، عم يطلعوا بيانات انه لازم يصير في تقنين من قبل المواطنين. نحن كل يوم عم ننشر، بس ليكي صراحة لما بيجي مي جمعة جمعتين شو بدي اعمل تقنين على شو؟ ما الناس كمان بدها مي، يعني لازم المسؤولين الناس تتحط، يعني تتوجه العالم بالانتقادات للاشخاص المناسبه، يقولوا بدنا كهرباء، يقولوا بدنا مزوت، نقول تيساعدونا، لازم يساعدونا لنا نحن وحدنا، عم نحق يعني نحن على طول عم نشد على المواضيع، بدنا المواطنين، بدنا الناس، بدنا المسؤولين، النواب اللي بيجوا عندنا يبدوا يساعدونا بهالمواضيع، ولاش نحكي مع النواب. طيب فاذا خلينا نكمل قصه السرقات اليوم. إيه؟ وضعتوا لحد القوى الامنيه تحركت، البلديه تحركت، لانه هيدي كمان بالفريش دولار بتكون. نحن قصه السرقات اكثر شيء عم تزعجنا. نعم. عندنا اربع محطات اليوم مسؤولين بالمؤسسة وكتير أساسيين، وكل محطة بدها تقريبا بالعشرين ألف دولار ترجع تتصلح. نحن بعتنا كتب للوزارة الداخلية للدرك، نحن بنحمل المسؤولية، لازم هني يساعدونا بالحراسة، بيقولوا لك حطوا ناس من عندكم. إيش الشاب حطوا له فرد براسه سرقوا قدامه وفلوا خلوه قاعد، يعني في شيء مش بإيدنا، نحن مش نحن نقدر نحمل هالمواضيع. السرقات عم تعمل مشاكل كتير كبيرة، والله يعيننا ما تزيد، لأنه بياخدوا الشريط، بياخدوا الكاب، بيشيلوا النحاس منه وبيبيعوا. يعني إذا بيعوا بخمسة في رح اقول كاب 30 ألف دولار، اذا بيعه ب 5000 دولار بيكون ارتاح. يعني نحن هاي الشغله كتير عم تزعجنا، وبنطلب من الجهات الامنيه تحط عينها وين عندنا، بنطلب بلديات بنطاق بلديات وين عندهم محطات، هن كمان يساعدونا لحراسه المحطات. نعم. طيب خلينا ناخذ اتصال وبعدين بنكمل عن الاعلان المزور. عندكم اعلان مزور اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو حكي عنه مستمع قبل شوي، بنسمعه سوا او بنشوفه؟ موجود، صار جاهز. هاي من رشمية ما هي؟ هيدا هو بارتي؟ اي هيدا هو. اكيد نشوف الوضع، اكيد. نعم، يعني اليوم هيدا فيديو عم نشوفه من رشمية أسطر. المي عم بتروح ضيعان، يعني المي اللي عم بيتمنوها كل الناس انه توصل لعندهم عم بتروح ضيعان. هيدا بده اكيد يتابع بشوف شو الوضع، ما بعرف يعني. هيدا قلت انه مسؤولية وزارة الطاقة. خلينا نشوف اي الاصل لمين. شفته؟ نشوف. لا عم نشوفه نحن هلا. شفته طبعا على الهواء. رشمية. نعم. على كل حال طبعا اخذنا علم ونحن رح نتابع الموضوع. شو قصه كمان فينا ناخذ اتصال قبل ما نحكي عن الاعلان المزور؟ مين معي؟ الو. نحن متوقعين اليوم يكون في اتصالات لانه الناس يعني اكيد اكيد لانه الناس تعبانه من قله وجودنا. صار معنا اتصال ولا لا؟ كمان اتصال. مين الو؟ معي؟ الو تفضلي. الو بونجور. بونجورين تفضلي. لو سمحتي بدي اساله بالنسبه للدفع على كريدت كارت بالاو ام تي، ولا وين بدنا نروح ندفع؟ وين بدها فيها تدفع؟ 50%. وين فيكي؟ وين بدك فيكي تدفعي؟ في في بالمراكز وفي بالاو ام تي وين ما كان، نحن بعدنا مسهلين لكل الناس. و100%. نعم 100%. ايه اوكي ميرسي. يا اهلا. شو قصه هالاعلان المزور؟ يعني اليوم الإعلان المزور شو بيقول؟ شو بيقول؟ بيحمل أول شيء شعار المؤسسة، بيتضمن صار فيك تدفع فاتورة مي من مؤسسة مياه بيروت بدون كلفة إضافية، وبيتضمن رقم الخلوي 71.0 لمساعدتهم بتسديد بدلات المياه مترتبة عليه. شو قصة هالإعلان المزور؟ بصراحة أنا هذا وصل للإعلام، امتلفنت للزلمة قلت له بدي أدفع، قال لي أنا بجي بياخد من عندك.
يا قلت له انا مركزي كذا كذا كذا، واستدرجني للزلمه، وهلا زلمي لقط وانتهى الامر. وكان حصل كتير، عرفتوا انه حصل كتير؟ لا ما كان لحق حصل، كان مبلش، كان بعده مبلش جديد، وخدنا رؤوس قلين، رؤوس هيك ختام مع مين عم يتعاطى جوا. نعم. طيب اليوم شو وضع اليوم المؤسسه؟ يعني الموظفين إيه؟ اللي موجودين، ما هني كمان يعني مؤسسه، بس يعني رواتبهم بتشبه رواتب يعني القطاع العام. مدام نوال طلع صبحيتنا ابناء نحن وياكي، بس لانه هذا وضعنا نحن اليوم بالمؤسسه عم نعاني كتير كبير، معاناه شديده. نحن في عندنا تقريبا فوق 1000 موظف، هود من الناس يعني ولا واحد بعد معاشه فوق $100، صار نعم. $40 و$20 و$50. نحن وضع كارثي، مش عم يقدروا يجوا يوميا على اشغالهم، خاصه الاداريين، من هيك عم تتاخر المعاملات. المدام هلا عم بتقول على سد جني بدي عندنا اليوم، في عندنا تاخير بالاداره، عندنا تاخير باصلاحات بتوزيع المياه، لانه الناس ما فيها تجي. هالموظف صار معاشه 3 تنكات بنزين صراحه، من نحن هذا بانتظار حلول كبيره من المرجعيات الكبار من الدوله، مش نحن فين نحلها. نحن بعدنا عم نشبع 900,000 ليرة 950,000 ليرة، وجبيتنا هلأني صارت بالكاد تلم تدفع حق المزود وندفع حق أجار الموظفين إذا بدون يردولهم، إذا بدنا نعمل تغلي هذا المساعدة الاجتماعية للموظفين. نعم. نحن بوضع كتير كارثي، من هيك بدنا المواطن يفهم وهيك ويساعدنا شوي، حط حاله محلنا، ما حدا عم بيقصر وما رح نقصر وما رح نقدر نقصر، بإمكاننا عن نعمله، بس في شيء بإيدنا وفي شيء مش بإيدنا. نحن كمان مثل ما المواطن بنشدنا بنناشد المعنيين عنا والمسؤولين والوزارات والحكومة، إنه نحن ما فينا نستمر إذا ما تأملنا المينيموم من الأشياء المطلوبة تقدر توزع مي للعالم. طيب قصة الشبكات اليوم، شبكاتنا اليوم نحن عنا 60% من الشبكات جيدة جدا، ما في شيء أبدا. والأربعين كان عنا 40 ماشيين كنا بخطة، وما زلنا ماشيين ببعض المناطق. واليوم أنا فيني أقول عن بيروت العاصمة، نحن عنا تعهدنا مع شركة أرتيل العالمية عن تدرس كل بيروت، شبكات كل بيروت، دراسة بتخلص على رأس السنة تقريبا أو بعد رأس السنة بشي شهرين، بصير عنا دراسة كاملة لمدينة بيروت الكبرى، وإذا الله راد نقدر تأمنت الأموال أو ضبط الدولار أو المؤسسة ضبطت حالها، رح نرجع نعمل إعادة نظر لكل مدينة بيروت، وهون بنكون اشتغلنا أكثر من 80% على شبكات المؤسسة تبيه بيروت جبل لبنان، لأنه بيروت أهم مدينة لازم صوفية تحسين وتحصين لشبكاتها. نعم، في كتير اتصالات، خلينا ناخد 3 اتصالات ورا بعضهم. مين معي؟ ألو، صباح الخير. صباح النور. أنا عم بحكيكي من منطقة شويفات. عنا المشكلة هذه دايما أنا بحكيكم فيها، قصة يعني ما في مزود مثل ما كلها لبنان وهيدا، بس نحن عنا مشكلتنا من سنين، من 5 سنين لورا نفس المشكلة، إنه ما في مزود وما بعرف شو ما بيدوروا. هلا طب اوكي ما في مزود، بس بتيجي مثلا الظهر او بعد الظهر بتيجي ساعه الكهرباء، طب ليه ما بيدورنا اياها مثلا؟ انه مش معقول. بعدين ايه بنقول ما في مزود بوقت بيكون عم تجي يعني ساعات كهرباء، يعني هذا سؤال لك حضرت المهندس. نعم. ايه فيني جاوب؟ ايه هي بتيجي ساعه الكهرباء اكيد بدور، بس تعبي الشبكات بدها اكثر من ساعتين ونص تعبي الشبكات. نعم. تصال لمحل في محل ما بتصال عليه، هاي المشكلة عندنا. عطول احنا بنقول للناس لو اجت الكهرباء ساعة او ساعتين مش كيف يعني تعبي تضغط كل الشبكات تتصل عند كل الناس، عم تصل عند بعض الناس وفي ناس ما بتصل لهم، من هون بتطلع الصرخة بيقولوا نحن ما عندنا مي وغيرنا عنده مي. نعم. اتصال اخر، مين معي؟ نقطع؟ نوال. الو. اي تفضل. ايه اذا بتريدي في هون بطلعت صربة اثر كبير مفخوط عم هلا قبل شوي حكيونا عنه، بس يكون بطلعت صربة حد الترمبوش ترمبة الكورال، يعني على المدخل ترمبة الكورال حد مسمكة صربة. نعم. يعني في قصر مفخوط كمان حد مسمكة صربة، تجي المي عم تنزل على الديبو عندي، يعني بس تكون جاي ضبط المي بينزل بالديبو عندي، وبس تكون خفيفة تطلع على الطريق. وإذا بتحبي صور لك إياها وابعت لك إياها. يلا صورها وابعتها، صورها. أنا بتمنى من المواطنين يعطوا علم لرئيس الدائرة بهالمواضيع، دائرة صربت يعني كسر وين، يعطوا علم لرئيس الدائرة. عطول عم بيقولوا عطول. بحشوها وقال بدها شغل القصر الكبير، ما تركوها وبعدها محفورة. بيكون بدهم قطعة مثل ما عندنا صار هون عم بيدبروا القطعة. بيكونوا بدهم قطعة عم بيقولوا. بدهم قطعة بيكونوا جوان بيكونوا عم بيدبروا. لا ما هو هيدا القصر ممدود جديد، ما أنا صاحب البناية اللي بوش الموضوع هيدا، مركبين قصر تخين جديد. يعني شو قصدك تقول ما بدهم يشتغلوا؟ لا ما عم بيعملوا ما عم لاقوا العله مظبوط. فيك تبعنا اياها اكيد، بس رح يتبعها بده يكون
جوان. نعم يا. شكرا لك. كمان اخر اتصال هلا هل بعدين ناخذ اتصالات. مين معي؟ الو بونجور. بونجورين. من فضلك بدي اسال الاستاذ، نحن بالاشرفيه تضررنا بالانفجار، راح بيتي كله، رحنا قدمنا قالوا لنا عفو لشركه المي. نعم. بقى بحب اعرف عم روح راجع بقوله ما في. لا فيني جاوبك مدام بلا، نحن عاملين عفو عن كل البيوت تضررت سنة لسنة 2020 أو 21، وابتداء من 15 تموز فيك روح تدفعي، بتدفع السنة الثانية اللي بعدها مش أول سنة. أكيد لا. العفو شامل لكل الناس. إيه شكرا لإليك. بعدكم عم بتقسطوا بعض الدفعات يعني؟ نوع عنا دفعات بعضهم مستمرين. الناس عم تدفع؟ إيه الناس عم تدفع، لانه 900,000 ما شيء الان عم تركض تدفع. والشيء كمان عامل ضغط على المؤسسه، طلبات جديده. الناس كلها عم تقدم طلبات لانه صار شيتان حقه 1.5 مليون، الطلب حقه 900,000 ليرة. 900,000 ليرة على سنه كامله، و1.5 مليون على جمعتين ثلاثه. عندنا كتير ضغط طلبات، ومن هيك ما عندنا عيارات بقى نركب قد ما عندنا ضغط طلبات. زدنا شيء تقريبا بين 5000 و8000 واحد زياده مشترك جديد بعد هالازمه اللي عم بتصير، وهيدي بتتطلب كمان زياده للمي. يعني كل الامور عم بتروح محل انه عم بتخلي المؤسسه تكون تحت عبء كتير كبير. الناس ما فيها بقى تشتري انترنت، الناس متجهه كلها للمؤسسه تقدم طلبات كتير، وفي ناس عم تدفع. الناس عم تدفع لانه بعدها عم ناخذ كريدت كارد، عم ناخذ تشيكات، عم ناخذ تحويلات او ام تي، وماشي الحال. نعم. بس ما بقى لها قيمه المصاري، يعني المصاري عم بتفوت ما بقى لها قيمه. طيب زيدوا التعرفه وجيبوا المال. جين هون بدي اقول لك شيء، ما دام ما بتذكر بس يعني بس كنت عندك بقى زدنا التعرفه قبل، بس كانت غير هلا الوضع. من ايامي على زيد، بس كان الوضع غير هلا. ايه انا احنا كنا انا كنت شايف هالوضع. كان وضع الدولار يعني اليوم بس احنا كنا شايفين هالموضوع، وقلنا خلينا نعمله لانه مليون مليونين ما حدا قبل، اليوم 950,000، والناس عم تقول يا عم زيدوا علينا وابعثوا لنا مي. الناس عم بتقول زيدوا علينا وبعطوا لنا مي. طب ليه ما بتزيدوا عليه وانت هلا ما فينا نحن الموازنه بتنعمل كل عرس السنه. ايه هلا المي رح ما عادت الى بيروت. عمين قال لي انه المي رح ترجع القربع على بيروت. مين؟ لا تنين على الثلاثه عشيه قلنا. اي الثلاثه عشيه يعني القربع بيصبحوا اكيد. نعم بتتعب ال. طيب اليوم عمين قال انه حضرتك عم بتدير باقي المؤسسات، والوزير عم بيدير مؤسسه مياه بيروت وجبل لبنان. شو صحتها؟ كيف هيدي؟ يعني حضرتك كرئيس مجلس أيه. إدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت أيه. عم بتدير يعني عم بتكون يعني عم بتدير مؤسسة المياه بالبقاع. لا بالتكليف، لأنه بالتكليف استقال المدير العام راح وعم بتساعد الباقيين، وبوقت وزير الطاقة عم بيدير المؤسسة. عندك شو صحة؟ أنا بشكرهم على بقولوا هيك، يا ريت هيك بتصير. نعم. كنت أنا برتاح. طب صار عندك بقاع وجبل لبنان وبيروت؟ نعم أنا بالبقى بالتكليف. نعم. مع الأسف، وإن شاء الله قريبا يعين حدا إذا الله راد، وبس الشيء مجهود رأى. وأنا هذا الشيء متعبنا كمان منه، بس ولكن الواجب الوطني هيك بيقتضي، هيك بيقتضي. بس هيدي قصة الوزير عم بدير، يا ريت هيدي بساعدنا. هيدي معلومة، هيدي معلومة حلوة هيك. مستقبل اتصال. مين معي؟ ألو بونجورين. عم بحكيك من المشروع المارونة بمزهر بأنطلياس. أهلا وسهلا فيك. أنا عندي شكوى طويلة عريضة. نحن صرنا أكثر من سنة، صرنا من أيار الماضي بلا مي. إذا اجت المي بتجي لعنا مرة بالشهر رفع الخيط، وسترناتنا نحن كلهم خزناتنا على السطح فما بتطلع. من داقع الشركة بيقولولنا ما في مازوت لندخلكن ياها، علما أنه المناطق المجاورة بظاليم يلي هي أعلى منا، عوكر يلي تحت كله عنده مي، تجي مرة بالجمعة هاي مينيموم، يعني إذا مش يوم أي يوم لا، وعم تجي ضخة قوي وما أحلاهن. نحنا صرنا سنة ونص رح يصرنا على السيترنات، يعني معاشنا عم نحطه سيترنات، بدنا مينيموم نقلتين بالجمعة كل شقة، يعني السيترنات هون بالمنطقة صاروا عايشين من ورانا. ما بعرف المشكلة من وين، بيقولوا لنا ما في مازوت. ليه في مازوت لبقية المناطق ولقلنا ما في مازوت؟ بعدين نحن قال بقية المناطق على الجاذبية بتعطوها مي. طبعا نحن من الزلقة بدنا موتور ليدخلنا، عظيم. عطونا من مطرح ما عم تعطوا بصاليم وعطونا على الجاذبية، ما بصاليم أعلى منا بتكرج المي على الجاذبية. يعني صارت الموضوع كقدامين ما عم نحكي، وصلنا للوزير قدامين ما عم نحكي بقولوا لنا ما بيصير. كيف بعدكم ساكتين؟ سنة ونص بلا مي ما نعم بيصير. شكرا لك. تفضل حضرت المهندس. صراحة هذا شيء تقني، عم تقول انه يعطونهم بصليم. انا ما تقنيا ما مش القد عندي هالخبرة في هالموضوع، بس ولكن انا بعرف صليم ما عنده مي. ايميلي ما فيك تعطي ابن بصليم واذا هن ما عندهم مي. ثاني شيء بحب اني اقول معهم حق، اكيد في مشكلة انا سامع بالموضوع هني، ولكن بس نضخ نحن
حسب مثل ما عم بقول بدنا 7 ساعات مينيموم تتوصل المياه على كل هذا. عم نضخ ساعة أو ساعتين بتوصل على بعض الأحياء وأحياء ما بتوصل. من هيك المدام عم بتقول إنه الإخوان أنا كلنا عنده مي نحن معنا بعد دهنني أعلى نقطة بالموضوع، ولكن يتابع ونشوف شو بصير. نعم. ما بتعتقد اليوم الحلول يعني أن لازم يكون في حلول هلأ لتأمين المياه وعم تشتغلوا عليها؟ نعم. وهي حلول بدنا محروقات بتمشي المي، مش هيدي هي المعادلة؟ محروقات تأمين أموال للمحروقات تمشي المياه، لأنه حضرتك قلت أنه نحن عايمين على الماء، نحن السنة شتت كتير. مزبوط. نعم. مزبوط. الحلول أول شيء، الحل الأول هو كهرباء. بالكهرباء إذا في كهرباء كل هالمواضيع بتنتهي. ما في كهرباء بدنا المزود. مزود لحد هلأ ما في، أنه في بالشح بالقطارة، ولأنه عم نستعمل مزود للمطارات بدنا نصلح المطارات، بدنا قطع تصليح للمطارات. عندنا مشكلة بيقطع بس يتعطل الموتور عم ياخد وقته كتير. بس أنا فيني قلك نحن اليوم بلشنا بحوار مع دولة الرئيس كمان وقلنا له على الطاقة الشمسية، ودولة الرئيس مستعد يأملنا أموال تنعمل طاقة شمسية. هيدك بتنحل القصة بالطاقة الشمسية؟ تنحل 60% مش أكتر، لانه في محطات ما بينحط لها طاقه شمسيه لانه ما عندنا ارض حواليا. ايه بس في عندك انت يعني اليوم 30% على الجاذبيه و60% على الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه عم بقول لك اذا ب 60% من مشاكل الطاقه الشمسيه، يعني مش 100% بتنحل، لانه في عندي محطات ما بينحط بدها اراضي واسعه حواليها تنحط طاقه شمسيه. نحن اليوم باطار درس ملف دراسي للطاقة الشمسية إذا الله راد، وإن شاء الله بس ينتهي هذا أقرب وقت ممكن رح نعرضه على دولة الرئيس وعرضينه على اليونيسف وعلى الجهات المنحة، وكلهم واعدين أنه بدون يساعدونا إن شاء الله ابتداء من اليوم لرأس السنة يكون هالملف انتهى وخلص. بس كيف بدأت مرها الصيفية؟ يعني مثل ما عم نعمل حرب بيننا وبين زيتنا ووجع كتير للناس ووجع لألنا، إن شاء الله نقدر نقطع الأمور بالتي هي. بس أنا بقول لك برجع بقول إذا ما تساعدنا بالمزوت وبحق المزوت وما تساعدنا بالكهرباء عنا مشكل بهالصيفية. عم بقولها للناس تما تكون ضميري مرتاح. أنا صراحة كتير زعلان وكتير موجوع لأنه الناس بس يحكينا على التليفون يا محلى الاتصالات على العبد، في ناس بتبكي على التليفونات، وأنا زلمة ما في بإيدي يعني شو فيني أعمل، يعني لو بنقدر نعمل كنا بنعمل، بس لأنه ما بإيدنا شيء عم ننادي الأكبر منا، عم ننادي الهند المسؤولين عن المعنيين على الموضوع، بننادين كل يوم في نداء عن نعمل عن البيانات. طب بصلحوا الشبكات، يعني اليوم الشبكات فيها هدر كتير كبير، هذا شغلة مهمة كتير. أكيد تصليح شبكات بدنا متعهدين، والمتاحد بده مصاري وبده فرش دورة، كل شيء تغير. لكن أنا عملت 16 مناقصة بالمؤسسة الشهر الماضي ما حدا قدم، 16 مناقصة ما حدا قدم منها شبكات. عم تعملها على 1005؟ نعم، عملنا سعره قد ما بسعره. بتعرف شو عم يصير؟ بسعر المتعهد مثلا بيكون 20,000 دولار، يجي نعطيه أمام مباشرة بتصير 30,000، قال لك ما بقى فيني كمل. يعني المتعهدين في محل معين معهم حق، وفي محلات معينة ما تخبوا وراء صبيعهم. نعم، مستقبل اتصال مين معي؟ ألو بونجور. بونجورين. الله خليكي، بس بدي أسأل الأستاذ بلدية بيروت شو وضعها معكم؟ هل يا ترى بتساعدكم بس ولا بس شاطرة على الحفلات وهيك قصص الضوء؟ ما فيها تساعدكم بالمطارات أو ما فيها تساعدكم بالمطارات أو بالمازوت؟ ما هني بنفخر الله وأغلى بلدية بيروت. شكرا لك بلدية بيروت يعني بتأمن كهرباء. بصراحة جمعة الماضي اجتمعنا مع المحافظ ورئيس بلدية وفي تنسيق تام كمان، هني كمان عنده مشكلة مالية عم بيقولوا منهم القدرانين يأمنوا الإشياء، كمان متحدين مش عم بيلبون هيك عم يقال يعني، وأنا بقدر صدق هالكلام لأنه صار عنا. نعم. طب ما بتعتقد أنه يعني حضرتك مهندس وبتعرف يعني السياسات الخاطئة اللي مرينا فيها يعني وصلتنا لهون بكل القطاعات، عم نحكي بقطاع المياه، لكن شو كان لازم ينعمل لما نوصل لهون؟ يعني أنا نهج اللجنة اللي اتبع اليوم مش هو خاطئ كمان؟ أنا رأيي وقت كان البلد كتير منيح والدولار 1005 كان فينا نعمل يعني كان فينا جد الشبكات بسرعة أكتر. أي ما هيدي هي النهج اللي نحنا كان فينا كان فينا يكون عنا مصادر مائية أكتر، بمعنى أنه كان لازم يكون عنا طاقة شمسية البديل على طول، المنظومة المائية لازم تكون كان تنفذت. الطاقة الشمسية لبنان بلد الطاقة وبلد الشمس، يعني أكيد الطاقة الشمسية كانت كتير مهمة. وبعدت أنا ب2011 وزارة الطاقة أطلقت نداء إنه لازم نحط طاقة شمسية، وعطوا وقتها صار يعطوا وقتها مساعدة لحد يحط طاقة شمسية، بس ما كانت الناس واعية ومش مدركة إنه حصل لها محل كهرباء كانت بلاش. الناس شو خص الناس؟ لا يعني إنه الناس ما حدا حط الحكومة بعد أكيد
ما صار في توعية للموضوع، لكن كهربتنا ملاش. شو الوزير يعني. واللي بخطط وبي... هلأني في الوزارة تخطط، في الإدارات الكبيرة تخطط، في يعني ما بدي حط بدي نوم حدا. إيه بس نحن بدنا نوم لأنه وصلنا نعطش. يمكن في هلأني وصلنا عم فكر هالموضوع، بس وصلنا له عم فكر فيه هالموضوع. نعم، آخر اتصال مين معي؟ ألو. من حييكم. يا هلا، باختصار خلص الوقت. باختصار بس ضيفك حكي عن سد جني. وهو سد فاشل، وزارة الطاقة وعراسة وزير الظل جبران باسيل مصرع إقامة سدود فاشلة. بشهادة خبراء ألمان وفرنسيين، الأرض فوق مشققة ما بتهدي مية بتسرب ميتها لمغار تجعيتها. وهذا وادي أثري بوازي بأهميته، قلت بقلبك شوهوا قلعوا شجر معمرة ومصرين على إقامة سد، ورايحين كمان على بسر يشوهوا المنطقة ويعملوا سد جديد، وسد المسلحة فاشل معن، وسد بلع فاشل. هذا مشروع بالعالم كله وقف السدود، عن يعملوا برك صغيرة ويتكلوا على الأبار الإرتوازية. نعم. طيب شو ردك؟ انتهى الوقت، شو ردك؟ يعني موضوع السدود بده حلقة، كنا بدنا نسأل إنه موضوع السدود اليوم داش أمنت مياه للبنان. أنا بده حلقة موضوع السدود أكيد، بس أقلك جاوبي، أنا ماني خبير سدود، يمكن عم بيقوله الأستاذ إذا في خبرة كذا، أنا ماني خبير، أنا بس في نقول بنطاق المؤسسة وين عندنا سد نحن مرتاحين، مثلا شبروح نحن مرتاحة كسر وين، لأنه في سد، الخيسماني في سد مرتاحة 23 ضايعة مرتاحين، يعني أنا بشوف النتيجة، إذا السد انعمل ونجح بيريح المنطقة. إذا ما نجح بتكون إذا ما نجح بيكون لا سمح الله، ما نجح بيكون ما نجح، بس وين في سدود مرتاحة المنطقة، هيك نعم. أنا في نقول، أنا ماني خبير سدود تجاوب على الموضوع. نعم، أنا بدي أشكرك. شكرا. أهلا وسهلا فيك حضرة المهندس جون جبران، يعني قدر الإمكان ضوينا على قطاع المياه، ملف السدود بده حلقة لوحده، لنشوف بس إنه نحن لوين رايحين، رايحين على عطش، مش هيك؟ إن شاء الله لا، إن شاء الله لا، نحن متفائلين دائما، أنا شخص متفائل، بصارع تضل متفائل، بالرغم إنه أيام ما بنام بالليل أنا أفكر بالهم، بس إن شاء الله نقدر نوصل لمحل نقطع نعبر هالمحنة اللي نحن فيها، لأن ما في محنة بالدوم. شكرا لك جان جبران، رئيس مؤسسة ومدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، إلى اللقاء بكرة مع حلقة جديدة عن الامتحانات المدرسية.